طيب زي ما قلت لحضراتكم قرعه النادي الاهلي النهارده هنلعب سان داونز خلاص واتكلمنا في هذا الموضوع، لكن برضو عايزين نعرف لو شريف شعبان جاهز يا جماعه، شريف جاهز ولا لا؟ يلا هاتولي. عايزين برضو نطمن على لاعيبه النادي الاهلي وايه اللي حصل النهارده في التمرين. النهارده كان اول يوم تمرين، امبارح كان معانا الكابتن محمد يوسف اتكلم على ان الفتره القادمه هي فتره صعبه. النهارده ان شاء الله برضو نعرف ماذا حدث في اول تمرين، ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، ده هنقوله لكم بعد قليل. نجيب بس شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في التمرين، ونشوف هيقول لنا ايه عن مباراه او تدريب اللي كان النهارده الصبح، وبكره ان شاء الله الخميس هيبقى في تدريب ايضا صباحا للنادي الاهلي او لفريق النادي الاهلي. النهارده الحقيقه ايضا كان في مباراه هامه جدا ما بين نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب، طبعا زي ما حضراتكم عارفين هذه المباراه. طيب قبل بس ما اتكلم عن مباراه النادي المقاولون العرب ونادي الزمالك، خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان. شريف ازيك؟ ازيك يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، يعني طمنا النهارده على فريق الكوره وماذا حدث في التدريب النهارده. طبعا كابتن اسلام حضرتك لاعب كبير وعارف ان اجازه ثلاث ايام لعيبه النادي الاهلي دي حاجه مفرحه جدا للاعب النادي الاهلي، تواصل المباريات تلاحم المواسم مع بعض، من النادر تلاقي النادي الاهلي بياخد ثلاث ايام اجازه مظبوط ورا بعض. يمكن اللعيبه كانوا سعداء جدا بهذه الاجازه عشان يفصلوا شويه من ضغط المباريات، من بطولات افريقيا للبطوله العربيه لبطوله الدوري العام والكاس وخلافه. يمكن بعد اجازه ثلاث ايام النهارده استلم في الاهلي تدريباته في العاشره صباحا، يمكن كان قبل بدايه التمرين كان في اجتماع او محاضره في ارض الملعب مع مستشاري وجهازه وطبعا مدير الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي اتكلموا فيها حوالي 10 دقائق عن الملف الافريقي والتركيز فقط في الملف المحلي، بطوله الدوري العام، مباراه القمه يوم 30، التركيز في مباراه القمه، تقديم عرض مشرف، عرض يليق بنادي الاهلي وطلبهم طبعا بالفوز علشان خاطر البطوله المحبوبه بطوله الدوري الممتاز. يمكن بعد هذه المحاضره اللي لاقت قبول كبير جدا عند لاعبي النادي الاهلي، كان مستر لاسارتي مقسم النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي مجموعتين، مجموعه عمل تدريبات بدنيه ثم تدريب تخصص على الجول، ويمكن تقسيمه ختمها بتقسيمه، وكان مستر لاسارتي حريص ان يوقف التقسيمه اكثر من مره لتصحيح اخطاء لاعبي النادي الاهلي في هذه التقسيمه. يمكن المجموعه الاخرى يمكن شاركوا في تدريبات بدنيه خفيفه ثم غادروا ارض الملعب الى الجيم، وبعد تدريب الجيم يمكن كانوا مغادره النادي الاهلي. يمكن التأهيل مستمر على الجانب الاخر لحمدي فتحي، لوليد سليمان، لعمرو جمال، لهشام محمد، على الجانب الاخر تدريب حراسه المرمى. هل في حد نازل يا شريف من المجموعه المصابه النهارده للتمرين الجماعي؟ يمكن اسلام محارب النهارده كان رجوعه في التقسيمه، طبعا يمكن هشام محمد شارك في جزء كبير من التدريبات و اكتفى بعد كده بالتأهيل، ما دخلش التقسيمه، ولكن تحس ان خلاص ان وليد سليمان بيقرب، ان عمرو جمال بيقرب، ان هشام محمد بيقرب، اسلام محارب دخل النهارده، الاصابات خلاص بدات تروح او بدات تتلاشى. يعني مع الوقت هتلاقي ثلاث اربع ايام الجايين هتلاقي يمكن معظم لاعبي النادي الاهلي بيشاركوا. يمكن الشناوي النهارده ما شاركش ولكن كان في الجيم، قال لك ثلاث ايام هيكون يستعيد عافيته بالكامل وهيكون جاهز لهذه المباراه. يمكن محمد نجيب واحمد فتحي تدريبات اضافيه، طبعا في جاب كبير ما بين اللياقه البدنيه اللي وصلوا لها لعيبه النادي الاهلي الان، وطبعا محمد نجيب وفتحي النهارده بيعملوا تدريبات اضافيه مع حسين عبد الدايم علشان خاطر يزودوا الحمل بتاعهم البدني عشان يجاروا بيه لعيبه النادي الاهلي. محمد نجيب وفتحي النهارده يمكن عملوا تدريبه قويه جدا، بتنوم من الناس عاوزه ترجع بسرعه باقصى سرعه عشان ينسجموا بسرعه مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن مستر لاسارتي حريص الفتره الاخيره ان يعقد جلسات منفرده مع لاعبي النادي الاهلي، بيبقى ليها اثر ايجابي جدا على هؤلاء اللاعبين. النهارده كان انفرد بسعد سمير يمكن حوالي خمس ست دقائق اتكلم معاه على طول، مستر لاسارتي حريص الفتره الاخيره يتكلم مع لاعبي النادي الاهلي على كل منه على حده، ويمكن بتلقى قبول جدا لاعبي النادي الاهلي النهارده الجلسه مع سعد سمير، يكلمه فنيات، كلمه في مستواه الفتره اللي فاتت عن تقدمه في المستوى، بيظهر بشكل قوي جدا، طالب منه اكثر من كده كمان علشان خاطر طبعا يرجع منتخب مصر تاني. يمكن ده كانت ابرز ما في التمرين كابتن اسلام، اتفضل. يعني برضه شريف طمنا على اللعيبه روحهم النفسيه او حالتهم النفسيه وروحهم جوه الفريق، يعني هل اللعيبه اصل خلي بالك بعد ثلاث ايام اجازه، بعد اعتقد قد ايه؟ سنتين مثلا ما فيش اجازه خالص، ثلاث ايام او اربع ايام فتره طويله قوي. وبالتالي اللعيبه لما تبقى راجعه بتبقى ايه؟ يعني في سنه كسل شويه.
تمام مظبوط. بس بقى الجديد داخل على مباراه قمه اهلي وزمالك. كتابه شهاده ميلاد، الكل بيتسابق عشان يحجز مكانه في هذه التشكيله، الكل بيتسابق علشان خاطر ينال رضا الخواجه وباقي الجهاز عشان خاطر يشارك في هذه المباراه الهامه، مباراه قويه جدا. يمكن لاعبي النادي الاهلي بيتسابقوا النهارده في التقسيمه، مش عاوز اقول لك ان التحامات كانت قويه جدا في التقسيمه، الكل مركز، الكل سعيد ان هو عنده فرصه انه ممكن يشارك في هذه المباراه. انا النهارده اتفاجئت بالتمرين، انا توقعت ان التمرين هتبقى خفيفه النهارده، لعيبه النادي الاهلي جايين من اجازه ثلاث ايام فجايين فاكين شويه، القصه مختلفه خالص، الحاله المعنويه في ارتفاع كبير جدا، الكل عاوز ينال ثقه الراجل عشان خاطر يشارك في هذه المباراه الهامه، الكل سعيد. هو ده اللي يهمني الحقيقه. نعم. الناس عاوزه يعني تحس يا كابتن ياسين ان هم جعانين كوره، مش شبعانين، لا جعانين، جعانين كوره، الكل عاوز يتسابق عشان خاطر ينال ثقه الراجل، علشان الراجل يعتمد عليه الفتره المقبله، الفتره المقبله هيقابل مستر سارت مشكله كبيره جدا، قصر جاهزيه لعيبه كبيره يا شيف. احنا ياما شفنا، احنا ياما شفنا. ده انا اللي كنت هلعب راس حربه، ده انا كان بيجي لي شد وانا قاعد. طبعا الفتره الجايه مستر سارت هيكون عنده حيره كبيره جدا في اختيار من ال11 اللي ممكن يبدا بيهم في مباراه القمه. بفرحك وبفرح جماهير النادي الاهلي، لا النادي الاهلي غير، النادي الاهلي فتره مقبله بشكل مختلف خالص، النادي الاهلي هيكون في يوم 30 على موعد في مباراه قمه تليق باسم النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله هيقدم عرض مشرف قوي جدا جدا جدا، وهيكون الانتصار حليف كل الاهلاويه باذن الله. اللعيبه بعد التمرين مشيوا على طول، كله روح. لعيب النادي الاهلي على طول، طبعا حضرتك لعبت في النادي الاهلي فتره، لعيب النادي الاهلي طبعا يعني ما بيقعدوش في النادي كتير، بيخلصوا طول تمرين وعلى طول بيغادروا النادي على خاطر طبعا التمرين بيبقى الصبح. لا احنا ايامنا كنا ساعات بنفطر في النادي ونجيب فول وطعميه ونقعد مع عم حارس والله يرحمه عم حنفي، وكنا بنقعد. طبعا مانويل جوزيه كان بيجيبكم الفجر على ما اظن. الفجر كنا بنصلي الفجر في النادي. عموما يا شريف انا بشكرك جدا، وان شاء الله كل يوم متابعه لتدريبات النادي الاهلي. انا بشكرك جدا زميلنا شريف شعبان، طبعا كان بيكلمنا عن تدريبات النادي الاهلي النهارده في يوم كان او اول يوم بعد اجازه ثلاث ايام زي ما قلت لحضراتكم اللي بيبقى